مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من منطقة القدس بمدينة أكادير. بطبيعة الحال في حالة إنسانية أخرى لأسرة تعيش على وقع التشرد والضياع هنا بالشارع العام. كما كتشوفوا هذه أسرة مكونة من مجموعة من الأطفال الصغار أكبرهم سنا لا يتجاوز عمره 13 سنة بطبيعة الحال، لكي يعيشوا التشرد بعدما تم طردهم من منزل كان يكتريانه بطبيعة الحال هنا بمدينة أكادير. فهذا نداء إنساني لكل الضمائر الحية بهذا الوطن من أجل وضع يد في يد من أجل مساعدة هذه الأسرة وانتشالها من واقعها الأليم بطبيعة الحال. فصراحة وضع مزري جدا تعيشه هذه الأسرة بطبيعة الحال، فكنتمناو يعني من كل الضمائر باش أنها تلتحم في مثل هذه الظروف وتنقذ يعني هذه الأسرة اللي كتعيش الضياع والتشرد. معنا بطبيعة الحال مجموعة من الشباب اللي غادي تحدثونا بخصوص يعني الوضع المزري الذي تعيشه هذه الأسرة في شوارع مدينة أكادير، ولمدة 5 أيام ربما هذه الأسرة تفترش الأرض وتلتحف السماء. فمثل هذه الحالات اللي خص أن جمعية المجتمع المدني أنها تنهض من أجل أيضا باش أنها تأخذ يعني بيد هذه الأسرة بطبيعة الحال. تفضلي أخي، لكن ممكن تعود لي بخصوص يعني هذه الحالة اللي كنعاينوها الآن أمامنا. الإخوان كيف ما كتشوفوا هذه السيدة مسكينة راه قرابة 5 أيام وهي في الشارع مسكينة كتنعس هنا في البرد. أنتم كتشوفوا الإنسان راه في الدار ديالو كيحس بالبرد، ما بالك إلا كان على برا. فهذا نزاع جميع الضمائر الحية يشوفوا من حالات السيدة مسكينة، يوفروا لها فقط السكن. هي مسكينة بغات هي فين تسكن، ما بغات حتى شي حاجة أخرى. يعني شحال ديال الأبناء عند هذه السيدة؟ أنا هنا شفت دابا سبعة ديال الأبناء، تقريبا الكبيرة فيهم غتكون اقل من 8 سنين، وعندها توام مازال كيرضعوا توام ومساكن والله الا الله يحسن العوان. صراحه حاله تقطع القلب. شحال مده هما كيباتوا في الشارع؟ قرابه 5 أيام، هذا الشيء اللي قالوا لنا انه قرابه 5 أيام مساكن هما في الشارع. 5 أيام يعني ربما احنا يعني هنا في مدينه اكادير يعني كاين ربما انخفاض كبير ديال درجه الحراره. هي بطبيعة الحال حنا دابا راه كنباتو في ديورنا وكنحسو بالبرد، ما بالك بهي مسكينة اللي وعندها ولاد كيرضعوا، ولاد صغار بزاف مازال كيرضعوا، راه وهنا كاين غير مؤمن، الشمكارة تيدور والبعارة تيدور، أي واحد بغى يبين عضلاتو غيجي لهاد السيدة مسكينة، راه الله يحسن العوان. صراحة والله إلا راه هادشي كيعجز اللسان على التعبير. شنو السبب ديال يعني هاد الحالة اللي وصلوا ليها هاد الناس ربما حسب يعني المعلومات المتوفرة؟ وحسب اللي عرفت انا هو ان مول الكراج جرى عليهم غالبا غتكون امور مادية، فهمتي ناس تزوج او لا كذا، راه غالبا داك الشيء اللي غيكون. الله يحسن العوان. والمهم هذا النزاع لاي واحد عنده ضمير يعاون غير باش ما كان فهمتي، ويجي يشوف الحالة، يجي يشوف بنفسه، ماشي غيقول ليه حد او لا سميتو، يجي يعاين الحالة ويشوف من حالهم. وهما بغاو كيما قلت لك بغات السيده مسكينه غير فين تسكن، ما بغات لا فلوس وما بغات حتى شي حاجه الله يحسن العوان. وهذا الشيء اللي كاين، الا كان اللي عنده شي ضمير او لا سميتو يعني في الظروف ربما انعدمت الانسانيه بطبيعه الحال. هو ملي الانسان كيشوف بحال هذا الشيء وكيدوز تيمر مرور الكرام راه انعدمت الانسانيه. وحتى الناس اللي كيوقفوا مساكن راه ما دركوا لها والو، ها حنا دابا واقفين والناس واقفين ولكن ما عندنا ما نديرو ليها، هذا الشيء اللي عطى الله. المهم الا كان شي حد اللي عنده ضمير مهم وتيفكر للاخره بهذا المعنى، حيت هذه غير الدنيا جايزه، يشوف من حالات السيده مسكينه، يجي يشوف بنفسه، ما يدير لا وساطه لا حتى شي حاجه، يجي يشوف بنفسه. وهذا الشيء اللي كان الله يجزيهم الخير. باش ما كتبش الشهادات راه مزيان.
فانتم اخواني الكرام يعني كما سمعتوا الشهاده ديال هذا الاخ بطبيعه الحال امام هذه الحاله الاجتماعيه صراحه وضع يدمي القلوب ويدمع العيون بطبيعه الحال. فهذه من بين الحالات الاجتماعيه الكثيره اللي عايناها وكنعيشوها بطبيعه الحال لاسره مكونه من مجموعه من الاطفال من بينهم رضع لا يتجاوز عمرهم شهرين بالكاد يعني ولدوا بطبيعه الحال. فمع الاسف الشديد تريد صوت اخر يبين ودمن مريبين قريبين ودمن لا سير ماشي مشكل. فكما كتشوفوا فيعني في عز البرد القارس يعني هذه الاسره تعيش وسط هذه الظروف الحالكه بطبيعه الحال. كنتمنى من كل الضمائر الحيه باش انها تمد يد المساعده لهذه الاسره بطبيعه الحال كما كتشوفوا اخواني الكرام. فصراحه وضع مزري جدا تعيش هذه الاسره لمده 5 ايام وهي تفترش الارض وتلتحف السماء ولا احد يعني كما كنشوفوا يعني حن عليها. فلا يعقل اخواني الكرام بان 5 ايام في البرد القارس. كنا يعني في هذه اللحظه اللي كنهضر معكم اخواني الكرام يعني مدينه اكادير كتعرفوا انخفاض كبير ديال درجات الحراره بطبيعه الحال كما كتشوفوا. فما نقدروش بطبيعه الحال اننا نصوروا يعني الاطفال الصغار. فايضا كما كتشوفوا فهؤلاء الاطفال كيعيشوا وضعيه مزريه جدا. وكنتمنى من كل الضمائر الحيه باش انها بطبيعه الحال انها تلطف يعني بهذه الاسره اللي بطبيعه الحال يعني صراحه وضع بدون تعليق ربما الكلمات تخون في هذه اللحظه ازاء هذا الوضع المزري اللي كتعيشه هذه الاسره. فكنتمنى يعني الرقم الهاتفي ديال هذه الاسره فراه اعلى يعني هذا اللايف واعلى هذا الفيديو باش اننا نقدروا نمدوا يد العون فمثل هذه الحالات اللي خصنا اننا بطبيعه الحال نسلطوا عليها الضوء وناخذوا بيديهم. لانه كما قلت لا يعقل اخواني الكرام يعني ان اسره يعني عندها مجموعه من الاطفال يعني بعد ما تم الطرد ديالهم من المنزل اللي كانوا كيكثروا نظرا لايجادهم لصعوبه في اداء السومه الكرائيه لمده شهرين وتم الافراغ ديالهم ليجد المآل ديالهم ومصيرهم الشارع هنا بمنطقه القدس قرب يعني مسجد ابو بكر الصديق كما كتشوفوا معنا على المباشر. يعني هؤلاء بطبيعه الحال يعني كاين يعني مجموعه ايضا من الاشاعات ومجموعه من الاقاويل بان هذه الاسره يعني فكاين ناس يعني اللي كينشروا بعض الاشاعات بان هذه الاسره يعني عندهم منزل وفقط يعني كيقوموا بمثل هذه الاشياء. لكن ربما كل هذا الكلام فهو مجرد يعني بهتان. فلو كانت يعني هذه الاسره يعني كتملك يعني لو كانت يعني هذه الاسره انها تمتلك منزل لما بقيت في هذا الوضع. فلا احد يمكن ان يتحمل يعني هذا البرد القارس الذي تعرفه العاصمه السوسيه في هذه الفتره الاخيره وخاصه في الفترات الليليه حيث تعرف درجه الحراره واحد الانخفاض شديد جدا بطبيعه الحال. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا اللايف على اوسع نطاق باش اننا نقدروا نساعدوا هذه الاسره ونمدوا لها يد المساعده ويتم انتشالها من هذه الوضعيه المزريه التي تعيشها فلمده 5 ايام وهي على نفس المنوال تفترش الارض وتلتحف السماء ولا احد مد لها يد المساعده. كنتمنى ان هذا اللايف بطبيعه الحال يتم يعني تعميمه على اوسع نطاق. فهذه حاله اجتماعيه وهذا عمل خيري ودائما كما عودناكم نسلط دائما الضوء على مثل هذه الحالات الاجتماعيه لا لشيء الا من اجل مد يد العون ومد يد المساعده لمثل هذه الحالات الانسانيه. على اي تحيتي لكم اخواني الكرام وعلى امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر ولايف اخر. لم يتبقى لنا سوى ان نودعكم الى الملتقى.